السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. تحية كبيرة النهاردة لداليا ومجد ولاد صديقي علاء، هم أبطال الفيديو النهاردة. أنا وعدتهم إن أنا أخدهم وأخرجهم معايا وأخليهم إن شاء الله إن شاء الله يقضوا يوم جميل. هاخدهم على المتحف حديد، كل حاجة معمولة فيه من حديد، بتتعمل كلها من السكراب والخردة. إن شاء الله هتعجبكم، ويا رب أتمنى إنها تعجب داليا ومجد ويقضوا يوم جميل النهاردة معايا. يلا بينا نشوف مجد وداليا هيعملوا إيه النهاردة وهيقضوا اليوم إزاي. اوكي، بس النهارده انا واخد داليا ومجد هخرجهم النهارده. Gonna take you for a day out, are we? Yeah. But Dahlia, she got something to tell you guys about something happened to her. Yes. In Llangollen Canal. Okay. Okay. What happened in Llangollen Canal, Dahlia? Well, I was trying to catch a baby duck, and then the mommy duck came and was slapping me on my face. Oh my god! Slap, 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 slap. And it bited me right here on my hand. Did she? Yeah. She bit you? Yeah. Oh. رب تحكي لكم بتقول لها إن هي كانت هتمسك البطة صغيرة وجات مامة البطة هجمت عليها. I'm not gonna do that again. You're never gonna do that again, good. No, but so do you know where we're going now? To Iron Museum. Iron Museum, well done. So we go there. It's 10 minutes from here. Kino Wasanla, Iron Museum. The Iron Museum, yeah. It's a giraffe. It was yeah, it's really lovely, nice. Isn't it? Yeah. Well, I can tell it's made of iron. All of them is made from iron. Yep. All of the stuff is made from iron. It's really nice. Very, very nice. Yeah, look at that. Do you know about that? Right there, that big. No, this one. A gorilla. Yeah. Oh, that's so cool. Yeah. Whoa. That's huge. الايم ميوزيوم طبعا الاولاد مبسوطين جدا. Let's go. Let's go. Magda was his favorite bike. Leah. This yeah. is a beautiful place. It's rainbow. Yay. بقى ملاك السكاكين ده قصته قصة. كل سكينة في التمثال ده متجمعة من الناس اللي كانت بتعمل جرايم، دي اتلمت كلها من اقسام الشرطة وتعامل بها تمثال. زي ما انتم شايفين التفاصيل اللي فيها كله، هقرب عليه. سكاكين، سواطير، سنج. دي كل الأسلحة اتلمت من جميع أنحاء اليوكي. طبعا ده تأكيدا لكلامي، الغوريلا دي اتعملت من العربيات اللي هي الخردة، تمام، مليان رفوف، خراطيم، مروحة بتاعت مطور، مروحة بتاع ريدييتر، بيبان. كل لو هتركزوا في التفاصيل حاجة جميلة جدا جدا جدا. يعني سكوبيان عقرب. واو، محتاجين اقول لكم ده ايه؟ ده الطاووس. ده دولفين على شكل عشان نشجع الناس تحط فيه الريسايكل، ريسايكلين بان. شغل فوق الرائع صراحة، يعني شغل فوق الرائع. وهنا كوبرا كينج كوبرا برضو شغل، حتى شوف الديتيلز، شوف القشر بتاعها وجلدها معمول، كل ده حديد، كل ده حديد.
كاتبين هنا المعلومات عنها، تفاصيل ايه الكنكوبرا وبتبقى عايشه فين وبتعيش قد ايه وبقى منها قد ايه واخطارها ايه، كل حاجه عشان يعلموا الاطفال. ده السيد قشطه زي ما بنقول عليه في مصر، برضو نفس دي. هنا الغزالة، هنا جايبين مجموعة غزلان بيهجم عليهم فهد. فين الجمال؟ ده الوحش، The Beauty and the Beast. Run! ايه اه لا 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 لا. وميلا طبعا مبسوطة كمان بالمدحة. يلا كاتش 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 ميلا. Yes, he is a real car. But it's an old one, broken one. Yes, you're right, Magd. ده كده مدخل المتحف، احنا داخلين المتحف من جوه. جمال جمال الجمال. دي انتيكس، ده محل الانتيكس بيبيعوا فيه. قبل ما ادخل وانا داخل كل ده من الحديد. حديد برضو، كل ده حديد.
دي هنا التراس من بره برضو، اللي عاوز كوفي عاوز لانش. دي البيو وانت قاعد في التراس. متحف كبير 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 على مساحة ضخمة 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 يعني، طول ما انت ماشي شايف حاجات كده، شغل فاخر. شايفين الجمال؟ شايفين الكيوت الكاتيانة؟ لهوي على الجمال يا ناس. ده بقى الشغل الجامد، الغوريلا وهي محبوسة. تخيل الحاجات لو فيش الحقيقي عمرها ما هتكون بكده. حتى الكراسي اللي هتقعد عليها من حديد برضه، كل حاجه حديد. كوبي كوبي. ماسكين سمكة، I'd like to ask you, what do you think about the Iron Museum? Did you like it? It's amazing, amazing, fabulous, and I love it. شوية تمارين رياضية، مشي هريهم مشي. جايين في مكان في الكونتري سايد اسمه اوزس 3 هيل فورت، كان جميل زي ما هتشوفوا دلوقتي. يلا بينا. Good, good, you enjoying your walking, good. Uh-oh, like don't you worry, that's fine, it's not spiky. Like don't worry. Like we're in the jungle. Yeah. Dahlia in the jungle. And Majd as well in the jungle. Yeah. And might as well Mo in the jungle. Mo in the jungle. Yeah, we did it, guys! Well done! Yeah, well done, Dahlia. Oh, look at that. Yeah. We should be luckier than the girls. Yeah, don't scare them. دلوقتي داليا ومجد منتظرين يجيبوا الفريش ميلك. لا
I can't wait. Yeah. Well, as long as it's not plain milk, because I don't like plain milk. So what flavour do you like? I like chocolate milk and strawberry milk and banana milk. There we go. We've got everything. We'll go inside and we'll have a look. And we'll see what is in there. دلوقتي يا جماعة دخلنا المكان اللي بنجيب منه اللبن الطازة وهنا بيكي صاحبة المزرعة هنتكلم معاها ونسألها كام سؤال كده ونشوف. The difference between that milk and the supermarket milk. Okay, so it's a different pasteurization process. We generally pasteurize it here. It's not as intensive a process and it's unhomogenized, which means that we don't take the cream off. It stays on the milk and it will come to the top. So is it full milk? Because that's everything, isn't it? Yeah. Yeah, all the vitamins, all the fat. We've got juices in our food, so it's about just under 5% fat. Supermarket milk is whole milk is about 3%. 3%, wow, yeah. Okay. And it all done in the farm here, so yes. It's all your own cows, your own field, everything. That's this morning's milk. That's great, that's great. I really like that idea. So if you go through the process again, so I get the ball from here. Yes. By pressing the bottom. Yes, so you press the button. The bottom there, and then you pay the cash and pull the straw, take the ball out, and then we do it. Yeah. There you go, ready. And this is for you, Delia. Well, okay. So the milk in now, yeah, it's nice and fresh. Wait, you're having syrup? What do you like? What flavors do you like? Chocolate, strawberry, everything. Really good. Okay. There we go. We live in town here? We live in Oslo Street, yeah. Yeah. Is it any good, Dahlia? She's busy. That must be. No, it's not. It's that. Is that means you like it? Yeah. Is it nice? Yeah. Just nice? Okay. If you like this video, share, subscribe, and like. Yeah. If you like this video, share, subscribe, and like.